السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الظهيرة من الأولى مباشرة وتتابعونا في أبرز عناوينها. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان وينحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، ويتقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة بالقصر الملكي بتطوان. في أجواء من الخشوع والإيمان أدى المغاربة بمختلف مصليات ومساجد المملكة صلاة عيد الأضحى المبارك وأنصتوا إلى خطبة العيد قبل التوجه إلى نحر الأضاحي، أجواء تميزت بترتيد الأذكار والحرص على تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية المباركة. والمملكة المغربية تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، وبتعليمة سامية من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس استدعاء كل من القائم بأعمال السويد بالرباط وسفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. البداية من مسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان الذي أدى به أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل صلاة عيد الأضحى المبارك. بعد ذلك قام جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. كما تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالقصر الملكي بتطوان التهانئة بهذه المناسبة الدينية المباركة. بعثة الأولى والتفاصيل. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موكب رسمي بهيج تحفه العناية الربانية متوجها في حفظ الله ورعايته إلى مسجد الحسن الثاني بتطوان، حيث يؤدي جلالته صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية روحانية ربانية مليئة بالخشوع والابتهال والتكبير إلى الله عز وجل. فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام، وهو من أهم الشعائر التي ينبغي علينا إظهارها والتعبد لله فيها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالعيد شعيرة معالمها الفرح والسرور والابتهاج، الفرح بطاعة الله والابتهاج بفضائل الرحمن. فعيد الأضحى المبارك هو يوم عظيم مشهود من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها بفضل الله عليهم في العشر وشعيرة الأضحية وصلة الأرحام. فالله نسأل أن يعيد علينا عيد الأضحى المبارك ونحن في هناء وسعادة ورخاء ومن الخير فزيادة تحت القيادة الرشيدة والنيرة لأمير المؤمنين. الله أكبر. يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفاً بأمير مولاي الحسن ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان التي تسعد ساكنتها بهذا التشريف الملكي وتبتهج وتبارك لأمير المؤمنين حفظه الله حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، وأن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات. وفي خطبتي العيد أبرز الخطيب بأن هذه المناسبة الدينية العظيمة هي خاتمة للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي نوه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعظمتها، فكان مسك ختامها هذا اليوم السعيد. فالشكر لله بحق التفضل وحق الإنعام والإكرام وما سخر لنا من بهيمة الأنعام، شعيرة ربانية تعكس وحدة الأمة في إيمانها وشعائرها، وهي ترمز لقيم التضامن
والتراحم والتسامح والوحدة والإخاء وإقامة مجتمع صالح ينعم بالأمن والسعادة والرخاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما صدق ناصر حق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيد الأضحى المبارك هو يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء، وعيد بر وإحسان. أمير المؤمنين حفظه الله يقوم بنحر أضحية العيد اقتداء برسول الرحمة والهداية محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقوم إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، شعيرة من الشعائر العظمى والطاعات الكبرى التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ذبح الأضاحي والاقتداء بخليل الله إبراهيم ونبي الله ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وتكتمل هنا الفرحة والحبور، فرحة بالعيد السعيد، فأعيادنا تهليل وتكبير، وفرحة بلقاء أمير المؤمنين نصره الله، والتملي بطلعته الميمونة في هذه المناسبة الدينية العظيمة، حيث تبتهج القلوب وتلهج الحناجر بالدعاء الصالح المستجاب لقائد هذه الأمة ومحقق نهضتها وتقدمها. فالخير كل الخير في ركاب أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، محقق آمال وتطلعات هذه الأمة في الرقي والازدهار وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنين، وتمكينهم من حقوق المواطنة وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي والتربية على حب الوطن وعلى مكارم الأخلاق. فبلادنا والحمد لله وبفضل الرؤية المتبصرة السديدة لجلالة الملك حفظه الله، عرفت سلسلة مترابطة متماسكة من الأوراش التنموية المستدامة شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، كما شكلت هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح الشامل والهدف الأساسي للنهوض بالعنصر البشري بالمملكة. سياسة رسخ من خلالها جلالة الملك حفظه الله مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي برؤية ملكية تضامنية للمجال الاجتماعي والاقتصادي بأهداف واضحة المعالم تتسم بالانسجام والفعالية والنجاعة والاستمرارية. وبفضل مبادرات جلالة الملك التضامنية وقوته الاقتراحية الحكيمة تحققت لبلادنا مكاسب كبرى زادتها إشعاعاً وحضوراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعكس مكانتها الريادية التي تنهض بها عبر التاريخ الطويل والمجيد لتشكل مصدر فخر واعتزاز لأجيال الحاضر والمستقبل. نستحضر في هذه المناسبة الدينية العطرة أمجاد الأمة المغربية وحضورها الفاعل القوي وإسهاماتها المباركة في نشر القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف وما يمليه من تضامن وتلاحم والتزام بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح والعدل والاعتدال ونصرة قيم الحق والتنافس على عمارة الأرض وإصلاحها وإشاعة المثل العليا بين شعوب العالم. حفل تقبل التهاني بالقصر الملكي بتطوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله محفوفاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقاً بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، يتقبل التهاني بالعيد السعيد من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى
للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد وعميد السلك الدبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون ورؤساء المجالس الدستورية وعدد من سام الشخصيات المدنية والعسكرية. عيد مبارك سعيد، مكلل بالخير والسؤدد والتوفيق والنصر والتمكين لأمير المؤمنين. عيد مبارك سعيد على الشعب المغربي بمزيد من الخير والبركات ومزيد من القوة والمنعة بما يحقق الرفاه والازدهار، ويجعل من تضامننا وتآزرنا وضروب إحساننا وأدعيتنا ما نسترشد به لتقوية الصلات وتقوية اللحمة والانخراط القوي في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ويقود بها هذا الوطن بوضع اللبنات تلو اللبنات وصيانة كل الدعامات التي تأسس عليها عرش المغرب عبر التاريخ المشع والمضيء. ولقد ظل المغرب عبر التاريخ وإلى اليوم في ترابط وثيق وإشعاع حضاري وإجماع وطني وبيعة دائمة تزداد متانة ورسوخا في كل المناسبات. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية. وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أزكى تهانئه ومتمنياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بوافر الصحة والسعادة والهناء ودوام الخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة الدينية توصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقيات التهاني والتبريك من ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة يعربون فيها لجلالة الملك عن أحر التهاني والتبريكات. فرح سعف ويوسف مزياني. بهذه المناسبة السعيدة توصل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ومن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان. كما توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة مماثلة من سلطان عمان هيثم بن طارق، ومن ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة، ومن ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد الخليفة. وتوصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، ومن أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. كما توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من الرئيس السنغالي ماكي سال، ومن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ومن رئيس دولة إريتريا أسياس أفويركي، ومن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ومن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. برقية تهنئة مماثلة توصل بها جلالة الملك من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، ومن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ومن رئيس جمهورية تركمانستان سردار بيردي محمدوف، ومن رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي. جلالة الملك توصل ببرقية تهنئة أيضا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، تفضل جلالة الملك أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1434 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1189 نزيلا، وذلك على النحو الآتي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 171 نزيلا، تخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1012 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 6 نزلاء. والمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 245 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 86 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 19 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 136 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، ثم العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخص واحد. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. في أجواء ملؤها الخشوع والإيمان، أدى المواطنون بمختلف مصليات ومساجد المملكة صلاة عيد الأضحى المبارك، وأنصتوا إلى خطبة العيد قبل التوجه إلى نحر الأضاحي. وفي أجواء تميزت بترديد الأذكار، حرصوا على تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية. وصال إمغري ويوسف مزياني. وسط جو من الخشوع والتكبير والتهليل، أدى جموع المصلين اليوم بمختلف مساجد ومصليات المملكة صلاة عيد الأضحى، اقتداء بآخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المناسبة هذه كنجدوا التبريكات ديالنا، وهذه هذا العيد هذا هو واحد الشعيرة تنأديوها من أجداد ديالنا وحنا وارثينها، والحمد لله كيف كتشوفوا اليوم معنا الشعب المغربي، النساء، رجال، أطفال، كل شيء محتفل بهذه الشعيرة هذه. عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية وجميع المغاربة، والصحة والسلامة، والله يشافينا طول العمر صاحب جلال الله ينصره، ونتمنى من الله تكون الأمة الإسلامية في عز وأمن وأمان. جيت اليوم نصلي مع بابا، فرحان بزاف بهاد الفترة هذه اللي كتجي وسط العام كنفرحوا فيها كاملين. كنتمنى عيد مبارك سعيد للأمة العربية كاملة، الأمة الإسلامية. فضائلها عديدة بتعدد المقاصد الدينية في هذا اليوم الأعظم، يوم يأتي بعد انتهاء ركن الحج الأكبر. من مقاصد صلاة العيد إبراز سماحة الدين الإسلامي، وهو ما تجسده خطبة العيد. وحده لا شريك له، شهادة تملأ قلوبنا إيمانا ونورا. أتقدم بالتهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذلك للشعب المغربي وللأمة الإسلامية. فرحة كبيرة ديال المغاربة كيف تحتفلوا هذا اليوم، يعني شعائر الله سبحانه وتعالى. عيد مبارك سعيد بالصحة والعافية، ويجعله بالفرح والنجاح وزيادة في الرزاق. معاني عميقة يحملها عيد الأضحى المبارك، أبرزها التضامن والتكافل بين أفراد الأمة الإسلامية تقربا إلى الله عز وجل. ومن دلالاته هذا اليوم العظيم صلة الرحم. كما التقوا قبل الصلاة يتفرقون لاستكمال شعيرة العيد، ولسان حالهم يقول: عيدكم مبارك سعيد. عيد الأضحى فيه منافع عديدة وفوائد عظيمة، حيث يتواصل الناس فيما بينهم ويتزاورون ويتسامحون ويتوادون، والناس يتجمعوا ويتفرحوا ويتبادلوا المحبة والأخوة بيناتهم، وتنسوا جميع الأحقاد اللي بيناتهم ويتسامحوا، والحمد لله يرجع لأننا كنا بالخير والسلامة. وهذا العيد هذا اللي تيكون فيه العائلة مجموعة الحمد لله،
وتتكون صلة الرحم متواجدة حتى هي حيت تكملت بها حتى تمشي تزور العائلة ديالك. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. وتوجه الخطباء بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يجعله عيدا سعيدا مليئا باليمن والخير والبشر والبركات على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعلى ولي عهده مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. وللحديث أكثر حول دلالات وأبعاد هذه الشعيرة الدينية يحضر معنا هنا في استوديو الأخبار السيد خالد البختي أستاذ باحث في الدراسة الإسلامية وقضايا المجتمع المعاصر. أهلا بك سيد البختي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وعيدك مبارك سعيد. مبارك سعيد. إذن عيد الأضحى هي مناسبة لإحياء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو نتحدث بداية عن مدلولها الشرعي والروحي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بتهنئة العيد مولانا أمير المؤمنين، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيد عليه هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، كما أهنئ كافة الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة. لا شك أننا في هذا اليوم نعيش أجواء روحانية نستحضر فيها مقام من مقامات التعبد لله سبحانه وتعالى، باعتبار أن سنية الأضحى هي شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم النحر وهو يوم الأضحى، ويوم القر ويوم ثاني العيد، وسمي كذلك لأن الناس يقرون فيه بمنن. وفي هذا اليوم تشير الآية الكريمة التي تبشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وقد ذكر المفسرون أن الكوثر هو نهر في الجنة. وفي هذا المقام أيضا يعني نستحضر كذلك الأساس الذي قامت عليه دعوة الإسلام في اتباع ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. وما هو أساس هذه الدعوة؟ وهو الامتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى من خلال ذلك المشهد الذي صوره القرآن الكريم لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فما كان جواب ابنه إلا أن قال له يا أبتي بهذه التاء التي جاءت نائبة عن ياء المتكلم، يا أبتي افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني في هذه اللحظة التي تتم فيها عملية الذبح، في هذه اللحظة يوقف الله سبحانه وتعالى عملية الذبح ويفدي الولد بذبح عظيم. وهذا الامتثال يعني خلف التقوى هو أكبر مدلول خلف يوم النحر لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما المغزى أيضا الإنساني والتضامني لهذه المناسبة، وكيف يمكن أن نجعل منها يعني فرصة للفرح ويعني بين العائلة والأهل؟ طبعا هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي يعني قال عنها الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات على رأي الجمهور أنها يوم الأول عيد واليومان بعده، وهي الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام تشرق، أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فطبعا هذه الأيام يحرم الصيام ومنهي الصيام عنها، فكذلك نشارك حتى الفقراء والتآزر يعني في ظل يعني استحضار هذه القيمة من القيم الإنسانية، فنشاركهم هذا الفرح يعني من خلال يعني تقديم يعني اللحم لهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. نعم. وكيف يمكننا أن نستغل مثل هذه المناسبات وهذه المناسبة الدينية على وجه الخصوص يعني ممارسة بعض الأشياء مع أبنائنا، صلة الرحم، تعريف هذا الجيل بأهمية الحفاظ على يعني عاداتنا وتقاليدنا أيضا؟ طبعا الأخت الكريمة أننا في هذا اليوم يعني نستحضر مقام من المقامات التعبدية وهو صلة الرحم بين الأقارب والأحباب،
وهي فرصة لتقوية أواصر المحبة والترابط، ولنجعل هذا العيد فرحتان، يعني فرحة العيد وكذلك فرحة يعني صلة الرحيم. وبالمناسبة أننا لا ينبغي أن نجعل هذا اليوم هو يوم يعني مباهات ومفاخرة يعني بين العائلة، خاصة أن هذه المظاهر التي أصبحنا نرى هي تمس يعني بسنية الأضحى، فلا بد يعني من استحضار أن هذا اليوم هو يوم تعبدي يعني نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. وفيما يخص التحولات التي تعرفها منظومة القيم اليوم، كيف يمكننا ترسيخ مثل هذه العادات لأبنائنا؟ طبعا من خلال أن يعني أن يفهموا يعني الأبناء أن هذا العيد يعني كما يرتبط عندنا بمجموعة من العادات الحسنة، فكذلك ينبغي أن نوصل لهم بأن هذا العيد كذلك يرتبط ببعض العادات السيئة التي ينبغي أن يبتعدوا عنها من خلال يعني نشر القاذورات يعني أمام يعني الشوارع وفي الأزقة ورمي الأسباب، يعني المحافظة على البيئة في هذه المحافظة كذلك على البيئة، هو جانب ينبغي أن يستحضره كذلك الأطفال يعني في هذا المقام، لأن هذه المظاهر في الحقيقة التي أصبحنا نرى كلها يعني تمس بسنية الأضحى، فلذلك ينبغي يعني استحضار أن هذا العيد هو يعني مقام تعبدي لله سبحانه وتعالى. ومهم أيضا ترسيخ يعني التشبث بعاداتنا وتقاليدنا التي أراها مميزة، ويجب على أطفالنا أيضا التشبث بها. أشكرك السيد خالد البختي، أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية وقضايا المجتمع معاصر، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. شكرا لكم، عيدكم مبارك سعيد. شكرا لك، مرحبا بك. وقبل أن نواصل أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وبتعليمة سامية من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم استدعاء القائم بأعمال السويد بالرباط أمس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، واستدعاء سفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى، وذلك بعدما رخصت الحكومة السويدية مرة أخرى لتنظيم مظاهرة خلال اليوم نفسه، ثم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه ثم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول. وأضاف البلاغ أن هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وخلص البلاغ إلى أنه ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات النظر البعض وفي الوقت ذاته إلى قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة سمية بن خلدون العمراني التي وفتها المنية يوم أمس الأربعاء. إلى الديار المقدسة حيث يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج بمشعر منى في أول أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي العيد. حجاج بيت الله الحرام توجهوا إلى مزدلفة إلى مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث بعد رمي جمرة العقبة أمس، ويبيت الحجاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر في 12 ذي الحجة قبل غروب الشمس ليتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. يوم عيد الأضحى المبارك، الجزار هو الشخص المطلوب بشكل كبير، حضوره مرتبط بكل تفاصيل الأضحية بدءا بالنحر والتقطيع وتصنيف اللحوم حسب الأطباق التي تتميز بها المائدة المغربية أيام العيد. حمزة جزار لا يجوب الشوارع بحثا عن الزبائن،
فإتقانه لحرفته جعله ينتظر فقط مكالمات زبائنه قبل العيد ليرتب جدول عمله بتحديد المواعيد. زينة إتلامين، ياسر مرافق، ويوسف مزياني. وزرة بيضاء عليها آثار دماء، وفي محفظة المساعد سكاكين ومقدات. حمزة شخص مبحوث عنه، عفوا مرغوب فيه يوم العيد، فهو جزار حرفي يرتب مواعيد زبنائه عبر الهاتف. يلا حيدوا علينا هذه المسائل قبل الظهر ان شاء الله. انا كنتسنى لواحد الناس كليون ديالي ان شاء الله باش يجيو، عندي شي حواله صيفتهم الحسان، وباش غادي توقف عليا السياره غادي نمشي فيما ندخل شي حاولين عند الكليان ديالي كندبحوا ليهم وننقيوه عليهم ونحطوا عليهم في امان الله ونمشيو عند ناس اخرين. شوارع الرباط خاليه الا من بعض المره الذين يتسقطون اخبار الجزار. لقيتوا الجزار ولا ما لقيناش؟ ما كاينش دابا كيدفعوا لنا الشباب ومغالي، واخا عندك حوله صغيره تطلب لك 300 400 درهم هي القليله. ايوا شنو غديروا؟ غتسناو؟ لا غنضروا نعطيو داك الفلوس ونذبحوا بحالنا بحال الناس، ملي الناس يكونوا كياكلوا حنا عاد نكونوا تنغسلوا كنشموا ريحه الشوا عند عباد الله، حنا حتى حنا نذبحوا وناكلوا الشوا. مهما كلف ثمن الذبح فالاهون ان تجد جزارا بمواصفات حرفيه. الجزار هذا العام اختي تلاحظوا حنا ما كاينينش كاع، حيت على ما كنظنوا عندنا هنايا، عندنا هنا القرنال اللي هي البطوار، ولات واقيلا الدوله دابا حاليا راه ولاو دايرين معاهم واقيلا شي حلول، ولاو الناس كيجيبوا الحواله ديالهم وكيدبحوهم. لنعود لحمزه، ستقله سياره الزبون هناك حيث يستعجل الجميع عمليه الذبح تحت انظار صغار تتوزعهم الدهشه والفرح. اول حاجه خصو يتعامل مع الضحيه بانسانيه ويقبلها تقبيله القبله تكون مقبله مزيان، باش يدي تهلا في هاد الناس هادو مالين ديك الضحيه، وتكون الذبيحه يعني التصليخ ديالها يكون رفيع. علاقه حمزه بزبائنه اصبحت اقرب الى القرابه منها الى الصداقه. هاد الناس دابا انا كندبح لهم سنين تبارك الله صلى الله عليه، والحمد لله راه موحدين من العائله. وبالنسبه للجزار حنا تنختاروا واحد الجزار اللي تيكون بحال العائله، تنعرفوا فيه عندنا فيه الثقه، تعرف كيذبح كيفاش يصلخ. بفرح تنتظر العائله الطبق الاول سيكون حتما من احشاء الخروف، فيما اخرون ينتقلون من منزل لاخر كحال محمد الذي قد يذبح في اليوم الواحد اكثر من 10 اكباش. على حساب ارزاق ديال الله، ما عرفت شحال توصل. 10 ولا 15 ولا على حساب الرزق وشنو فيه. تستكين شوارع الرباط لصمت اضطراري، وتلود الساكنة ببيوتاتها صبيحة العيد، فيما حمزة وآخرون يفركون أياديهم بعائد مادي استثنائي. قولوا لا لا غتام ولاتي جود بوصالك العشيق يا ملغيت، قولوا لا لا غتام ولاتي. هو جزار وفنان. ذبح الأضاحي بالمجازر البلدية خدمة متوفرة تمكن من ذبح أضاحي العيد وفق معايير وشروط السلامة الصحية والجودة أيضا المطلوبة، والمساهمة في تيسير أجواء العيد بالنسبة لمن لا تتوفر لديهم أماكن مخصصة لممارسة هذه الشعيرة الدينية في ظروف صحية مناسبة. من وجدة نتابع ريبورتاج الحسين الحنشوي ورشيد العتابي ويوسف مزياني. تفتح المجزرة الجماعية بوجدة أبوابها في يوم عيد الأضحى المبارك، كما هو الحال في عدد من المجازر الجماعية بالمملكة. قبل نحر الأضحية مراقبة بيطرية لحالتها الصحية، مراقبة تتواصل أيضا بعد عملية الذبح. في إطار عملية المداومة اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، فاحنا كنتواجدوا الآن في المجازر البلدية مدينة وجدة باش نأطروا باش نوقفوا على هذه العملية ديال عيد الأضحى، ونقوموا بالمراقبة والفحص ديال اللحوم. هي خدمات تواكب إحياء المواطنين لشعيرة عيد الأضحى المبارك يستحسنها الجميع. هنايا كاين بزاف ديال المزايا البطوار حقيقه، ان بعدا كاين لي فيتيريناري يشوفوا الكلكبش يعرفوه كي داير،
وثم الدار دابا مع الديق والحمان وهذا نبغيو البطوار حسن، ديو الكبش ناضي به بدوارته مع الله. حنا ملي كنجيبوه هنا كنتجنبوا واحد المجموعه ديال الاحتمالات ديال الحراره وديال الظروف اللي كيشتغل اللي كناخذوا فيها الخروف، ولهذا من هذه الطريقه كنربحوا الجانب الصحي. نقاوه والطبابي فوت وكل شيء هنا، القزاره ملاح، يشوف لك الطبيب الا اللحم مريض ولا اللحم مليح، اللي حاجه اللي ماشي مريضه يرميها في الدار، لا ما غادي القزار اللي يذبح كل شيء يعطيه لك، ما نعرفوش حنايا واش حاجه زينه ولا ماشي زينه ولا. الذبح الأضاحي في المجازر البلدية مبادرة تساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة من مخلفات الأضاحي. خلال يوم عيد الأضحى المبارك والأيام الموالية له تصبح اللحوم الطبق الرئيسي خلال الوجبات، ما يجعل الإفراط في تناولها سببا في ظهور مضاعفات صحية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض، ولهذا يتعين الحرص على تغذية متنوعة خلال هذه المناسبة. من الدار البيضاء روبورتاج حورية بوطيب، محمد شاكر، ورضا فجاج. تتعدد الأصناف الدسمة، أطباق تقليدية مشكلة في غالبيتها من لحم الغنم الذي يكتسح موائد جل الأسر المغربية خلال أيام عيد الأضحى. كيذبح الأضحية ديالو كيجي عندنا كيزيد شوية لادان، شوية دجاج، البروشيت ديال الكويز ديال لادان، شوية الغلمي كوتليت، شوية ديال الكبدة بولفاف، كاين اللي كياكلش الغلمي، كياكل البقري، كاين اللي كياكل الدجاج. اللحوم الحمراء هي الأكثر عسراً في الهضم، لكن ماذا عن الخضر والفواكه؟ جودة في المنتوج وعرض وفير بالأسواق. مع المناسبة ديال عيد الأضحى بالنسبة للخضر ما كتبقاش تمس بزاف، حيت مع بنادم أغلبية كياكل مع دابا الشواية، الكباب، الحب موجود، ما كيبقاش يدوه في الخضرة. مقارنة مع الفواكه كتمشى مزيان. المغرب له طقوسه وتقاليده، مطبخ غني بأطباقه المختلفة التي تزين مائدة عيد الأضحى. برينسيبالمون كناكلوا اللحم ياك، واخا كنحاولوا ندخلوا الخضراء ايتو، كيبقى بازي على اللحم بالفاف الراس. الحوايجات اللي كيعجبوني في العيد هو اللحم بالبرقوق والكشف مبخر. لكن ماذا لو قررنا هذه المرة أن نسيطر على الوضع بدلا من أن تسيطر الأطباق الشهية علينا، واتبعنا بعض النصائح ليكون طعامنا صحيا أكثر؟ خاصنا نحاولوا نوعوا شي شويه داك مصدر البروتينات، الا قدرنا ناخذوا حتى لحم ابيض يكون عنده حتى دجاج في الدار باش نوعوا شي شويه داك مصدر البروتينات. ثاني حاجه في طريقه الطهي، ما يمكنش انه اللحم نديروه فوق الفاخر حتى يتحرق، ولا داك الشحمه اللي فيه تحرق، ديك الساعه مواد مسرطنه كيمكن لها انها تكون وتسبب لنا ضرر في الاجسام ديالنا. خاصنا نحاولوا ناخذوا كميه كبيره من الالياف الغذائيه، تلقاوها في الخضر، تلقاوها في الفواكه، تلقاوها حتى في الحبوب الكامله. خطوة بسيطة لتجنب أي مشاكل صحية والاستمتاع أكثر بهذه المناسبة التي يلتف حول مائدتها كل أفراد العائلة. ولتسليط الضوء أكثر حول قواعد التغذية السليمة خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام ما بعد العيد، تنضم إلينا من القنيطرة الدكتورة سارة ممين، أخصائية في التغذية والحمية. أهلا بك سيدتي وعيد مبارك سعيد. بداية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك تصبح اللحوم الحمراء المادة الأساسية في كل الأطباق التي تعدها الأسر المغربية، وهذا الإفراط بطبيعة الحال في تناول اللحوم قد يتسبب في بعض المشاكل الصحية. هل يمكن أن تقربينا من بعض المضاعفات التي قد يحدثها الإفراط في تناول اللحوم؟ مرحبا، اولا عيد مبارك سعيد. فعلا عيد الاضحى كيتسبب لنا في عده امراض ومشاكل ومضاعفات، خصوصا عند مرضى الكوليسترول والسكر النوع الاول والثاني، لذلك الواحد خاصو يرد البال في عيد الاضحى. فعلا هي من الشعائر المهمه اللي كتكون مره في السنه، ولكن الانسان خاصو يعرف المضاعفات ديالها على مستوى الصحي، سواء عند الناس اللي كيعانيو كيف قلت من مرضى قلب الشرايين او مرضى السكري. الواحد خاصو ديما يرد البال من هاد جوج ديال الحوايج، يعني ماذا عن قواعد التغذيه السليمه؟
هناك عدة قواعد مزيانة اللي ممكن أن نحافظ بها على صحتنا عند استهلاك اللحوم الحمراء أثناء هذه الفترة من السنة، وهي أفكار جد بسيطة، خصنا فقط أننا نحاول نلتزم بها. مثلا يكون نحضر ديما عندنا سلطات في المنزل ديالنا، نختار قطع لحم من الأضحية تكون خالية، حبذا لو تكون خالية من الدهون، لأن كيف كنعرفوا لحم الغنم، خصوصا لحم الغنم، هناك عدة لحوم حمراء، ولكن لحم الغنم غني بالدهون المشبعة، دونك الواحد يختار قطع خالية من الدهون. طريقة التحضير تكون طريقة صحية، يعني ما نقليوش، ما نكتروش من الزيوت النباتية، نكترو من السلطات، نقللو من النشويات، ونمارسو على الأقل المشي يوميا. نعم دكتورة، أحيانا البعض يعوض لحوم الغنم بلحم الماعز على أساس أنها صحية أكثر ولا تحتوي على الكثير من الدهون، إلى أي مدى لحم الماعز يتوفر على هذه المميزات؟ وما النصائح التي يمكن أن نوجهها للأشخاص الذين يعانون مثلا من نسبة ارتفاع الكوليسترول أو ضغط الدم، السكري، إلى غير ذلك من الأمراض؟ فكرة استبدال لحم الغنم أو لحم البقر عامة بلحم الماعز هي فكرة جد جيدة، لأن النوعان يختلفان في التركيبة الكيميائية أو البيوكيميائية. لحم الغنم غني بالدهون المشبعة، قليل معتدل في البروتينات، قليل المعادن، ولكن كثير الفيتامينات. لحم الماعز غني بالبروتينات، قليل الدهون وخصوصا دهون الكوليسترول، وغني بالأملاح المعدنية، وهذه هي النقطة التي تحتسب للحم الماعز. فكرة جد جيدة، فقط خصنا نختار الأضحية ديال الماعز اللي تكون مثلا مربية في أماكن راعية بشكل طبيعي، ماشي اللي مثلا معلفة بأنواع علف ممكن تبعد عنها الجودة الغذائية. وطبعا دائما الاستهلاك باعتدال، يعني ماذا عن التغذية المناسبة للأطفال أيام العيد؟ وهل هناك تأثير ربما سلبي على صحة الأطفال جراء تناول اللحوم؟ فقط واحد الملاحظة، الدراسات الأخيرة اللي خرجت حسب منظمة الصحة العالمية كتقول أن اللحوم الحمراء ليست مضرة بالصحة عند الناس الطبيعيين، يجب فقط الاعتدال فيها عند مرضى السكري والشرايين والقلب. بالنسبة للتغذية عند الأطفال في أوقات عيد الأضحى، تعتبر الأطفال هي أفراد في طور النمو، لذلك خصنا دائما نعطيوها تغذية موازية، نخليوها تاكل اللحم حتى انها تشبع، فقط نبعدوا عليها الدهون ديال اضحيه العيد. نعم، يكون هناك توازن بين اللحوم والمواد الاخرى. اشكرك الدكتوره ساره ممين، اكيد اخصائيه في التغذيه والحميه، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وقبل الختام مشاهدينا الكرام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تتقدم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، راجية من الله العلي القدير أن يقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصنوه سعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وإلى الشعب المغربي بأصدق متمنيات الرقي والازدهار. ختام نشرة الظهيرة مشاهدينا الكرام، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان، وينحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، ويتقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة بالقصر الملكي بتطوان. في أجواء من الخشوع والإيمان أدى المغاربة بمختلف مصليات ومساجد المملكة صلاة عيد الأضحى المبارك، وأنصتوا إلى خطبة العيد قبل التوجه إلى نحر الأضاحي، أجواء تميزت بترديد الأذكار والحرص على تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية المباركة. والمملكة المغربية تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد في ستوكهولم، وبتعليمة سامية من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، استدعاء كل من القائم بأعمال السويد بالرباط وسفير جلالة الملك بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى.
شكرا على حسن الاهتمام والمتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء بإذن الله.